توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة يستمر حتى السبت القادم. هذا وتوقع المركز انخفاض درجة الحرارة إلى تحت الصفر في العاصمة الرياض يومي الجمعة والسبت، واحتمالية هطول أمطار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك. هذا وشهدت مدينة الرياض صباح اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيئة لهطول مزيد من الأمطار. سجلت محافظة طريف أدنى درجة حرارة منذ بداية الشتاء هذا العام بست درجات تحت الصفر، تليها القريات بخمس درجات تحت الصفر، ثم عرعر بأربع درجات تحت الصفر. وتوالت درجات الحرارة في انخفاضها على مناطق المملكة، حيث سجلت الصغرى على تبوك ثلاث درجات مئوية والمدينة المنورة تسع درجات مئوية، بينما سجلت الرياض درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية. هذا وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع مع فرصة لتكون الصقيع. لمزيد من التفاصيل معنا هاتفيا محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل. أهلا بك عقيل معنا، يعني ما هي توقعاتكم حتى هذه الساعة بخصوص الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة كذلك في عموم المملكة؟ حياك الله أستاذ حسن. بالفعل تعيش أجواء المملكة طقس قارس البرودة على المناطق الشمالية، كما ذكرتم في التقرير أن درجة الحرارة وصلت إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر على المناطق الشمالية. تجمدت المياه في المواسير بسبب برودة الطقس بشكل واضح ملحوظ. الآن في الرياض أتكلم في هذه الساعة تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية في الرياض الآن. في طريف 7 درجات مئوية الآن. في عرعر بحدود تقريبا الآن حدود 9 درجات مئوية، كانت قبل ساعة 8 درجات مئوية. ما تزال الأجواء باردة، ونتوقع حتى نهاية الأسبوع أن يكون الطقس قارس البرودة على المناطق الشمالية بما فيها منطقة القصيم وحائل حتى منطقة الرياض. يوم إن شاء الله الجمعة، فجر الجمعة والسبت، تتوغل الكتلة الهوائية الباردة بشكل واضح وملحوظ، تكون درجات الحرارة صباحا تصل إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، خاصة في أطراف مدينة الرياض، وتكون حول الصفر أو 1 درجة مئوية تحت الصفر داخل المدينة. شكرا جزيلا لك محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل.